مرحبا بكم في وادي المجرى، القرية الجميلة المخفية في جبال أنهار كاديا. إنه عالم مثالي مثل أرض الأحلام. الحياة هنا بسيطة ولكنها مليئة بالتحديات. والجدير بالذكر أن أكاي الباندا ومن سكان تلك القرية، ويحلم بأن يكون البطل الذي يحمي الناس تماما مثل مثله الأعلى لينك، والباندا المحارب من كتابه المفضل، حتى لو كان سيستغرق منه تحقيق حلمه العديد من السنوات. حينها سوف يحكي الناس قصته كما يعتقد. من أجل ذلك الهدف تدرب أكاي على تمارين الكونفو يوميا، مؤمنا بأنه سيتمكن من تحقيق هدفه بالعمل الدؤوب والتمرين المستمر. ولكن كيف ستبدأ قصته البطولية؟ ربما ستتمكنون من معرفة ذلك في الحلقة القادمة. ماذا؟ انقلع، دعني أكمل القصة. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ أتساءل ما الذي حدث للي؟ أنا محارب التنين. ربما بدأ كل هذا بحلم، ولكن هل هو فقط مجرد حلم؟ يعلم أكاي أن قصته ستبدأ الآن، واضعا قدميه في بداية رحلته ليكتب الفصل الأول من قصته. ها 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 من أتى إلى هنا سيهلك حتماً.